أحبان صباحكم مبروك، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة. أنا ما عنديش هذا السبت، أنا كانت عندي مع أحمد في الدار ديالو ليلهي، ومنين بدل الدار. السلام عليكم. بخير عزيز عليا خويا رشيد، عزيز عليا تحياتي ليه مسكين، أنا داوية معكم ويعيط ليا. المهم قلت لكم راني شادة الرونديفو شي شهرين وشي حاجة، حنا شادين الرونديفو غادي دابا للبلدية مع أحمد راه كيتسناني، نديرو شهادات السكنة إن شاء الله. المهم أنا غادي نوصل وديك الساعة نتوما معايا. تقضى حويجات رخاصين، ها هاد المكازا راه فيها واحد البنت عربية واعرة، عقلو عليها مزيان، كتبيع حويجات رخاصين. كنموت على هاد الشارع، تنحماق عليه، تجيني بحال الشوارع ديال مدينة سالا. باقي أختي مساخين كاع بالصيف، ها الساحة عامرة، تقولي بحال عاد بدا شهر 8. باقي نوبتنا ما وصلت، باقي لنا شي 10 دقائق. والاحبان شي شهرين حنا كنتسناو هذا النهار شهاده السكنه، راه ما عنديش شهاده السكنه الاحبان، شان نقول لكم صعبت الوقت بزاف. انا عاد درت شهاده السكنه دابا انا واحمد وخرج، كما تيقول يا با قال لك والله لا قفلتي ولا لا فورتي. الناس كيشوفوا بواحد الطريقه في الشكل فاهمين غلط. اليوم ان شاء الله غادي نوضح لكم بزاف د الحوايج. دابا راه غادي عند الخيستور ناخذ اوراق ديالي تاع الدار، شهاده السكنه هي عاد درناها بالعذاب الشديد. عند الخيستور باش يعطيني شي وريقات حتى بلاتي نقول لكم شنو كاين، واخا غنجيبهم ما غاديش ما نقضي بهم حتى غرض، يعطيني شي وريقات باش نقدر زعما نشوف واش نقدر نكري بهم الدار ولا لا. اوكي حيت محتاجه الوريقات زيد زيد اخويا زيد. عاد نمشي للدار اختي ندير اتاي وندير شي حرشه، انا باقا بلا فطور. الصباح يا اختي كله مجهري، مشات السخنه اختي مزيره على حقاش ميت ليا الباسبور. صافي غادي نمشي نبدل الباسبور وضروري شاد السكنه ما كانتش عندك ما كان والو. كنت كنبدلو في المغرب درت غلط كبير، قالوا لي ما تبقايش تبدليه في المغرب، هذا اكبر غلط. الباسبور كنت كنبدلو في المغرب، اول مره غنبدلو في اسبانيا، قالوا لي الناس صافي ما تبقايش تبدليه في المغرب، انت عايشه هنا بدلينا. فلهذا شهادة السكنة كانت ضروري. أحمد ركب في الطوبيس راه هو ركب في النمرة 11، صافي طلعنا عند خيستو جبت الوريقات راه هو مشى. صافي نمشي دابا أنا للدار ندير فطور ديالي، أنا باقا بلا فطور، هاما الوريقات نوصل للدار ونقول لكم ديالاش وعلاش وكيفاش وفوقاش. كل شتو كيقول البغرير تموتو بالضحك، ياك بغر بغرير قلت بغرير بغرير غرتو تا الراس بقى عام بغرلو ليك. راني مخلطة واحد الحريشة هنايا، عاد غادي ندير لها شوية تاع الحليب نجمعها ونديرها في الفراح طيب. شحال ليكم هاد الضو باش تشوفوا لي. المهم باغا ندير كونطرا ديال الدار في سميتي، هادي من النهار اللي سكنت قلت لمول الدار ندير كونطرا في سميتي، قال لي شنو كديري في حياتك ياكو. قلت ليه راه ندير اونطونومو، كنخلص اونطونومو ديالي بحال راني خدامه لراسي. قال لي واخا، قال لي جيب لي الاونطونومو ديال 6 شهور. انا كنت داك الوقت يلا درت الاونطونومو بزاف تاع الناس ما عارفينش، درتها في شهر 3 كنت بارطاجيت معاكم ياك، درتها في شهر 3 3 4 5 6 7 8 دابا حنا في 8 قولوا 6 شهور، دابا حنا في 9 6 شهور. بزاف ديال الناس كيقولك علاش كتبقاي تعاودي كلشي كلشي. المهم حنا دابا ولفنا نشاركوا حياتنا مع الناس، ولفنا نقولوا كلشي، غير الانسان فاش بغى يدير اوتونسيون قراتو صافي اللي عطى الله عطاش، خلى داك الدلاحه طاحت وتفرشخت وتشتتت. كاين شي حوايج تخليهم لي، كاين شي حوايج ضروري خاص نهار اللي ديتي مع الناس كتبارطاجي كتبارطاجي. غير واحد الفئه، واحد الفئه، واحد الفئه الله يهدي ما خلق، او اللي بنادم بحال اللي قرب عيد بحال اللي كيملكك، بحال اللي هو اللي ما عطاك الاكسجين باش كتنفس، هو كيرغي عليك شنو دير فين تمشي فين تجي. بحال واحد داخل الانستغرام كاتب ليا بدلي محتوى شويه وحاولي تغيري من المحتوى ديالك. والله انا بغيت نقول لكم الا بنادم ملهي في الناس، كاين واحد البشر ملهي في بنادم مشيت لها في راسو ملهي في الناس. زعما اش نقول لكم راه لا اله الا الله، اش اللي نقول الله يهدي ما خلق والله ديما تبقى كاع الضحك بقى غير هو. انا مشيت مع احمد درت شهاده السكنه، ها هي هذه شهاده السكنه درناها في البلديه، هذه شهاده السكنه. تلاقيت بزاف د الناس في البلديه دابا تيشوفوا فيا بحال راني كنريقل الاوراق نتاع الورد نتاع الديور نتاع سميتو، فهمتوا؟ اما كاين اختي لا ورد لا ديور لا حتى حاجه. الورد وهاد الديور خدامه بدراعي، حاجه اللي تكون فيها مشاكل ما عندي ما ندير بها. انا كنخدم على راسي، كنخلاو كنجيب الريال بعرق كتافي، ما كنتسنى حتى شي واحد يعطيني. كون كنت غادي لاباس عليا وورد وعندي الفلوس وعندي سميتو الديور والعمارات، ماشي نبقى نبدل لي كوش المراه في المصاصه اللي نبقى نبدلها لي كوش ونغسل ليها وكلشي ونطرف ليها على جوج فران. خاص الانسان يفكر شويه بعقله.
راه قال لك با والله لا قفلتي ولا لا فورتي، والله ما قفلتي لا فورتي. هادو الوراق ديال اونتونومو، هادي ديال اونتونومو وهادي لابيدا لابورال. قال لك مول الدار جيب لي هاد الورقات هادو. المهم انا حبان راه من نهار اللي سكنت عندو انا كنخلصيه الكرا. قلت له واش عمرك عمرك قلت لي ما خلصتك شي شهر عمرني تعطلت عليك كتخلص ليا اونو؟ قال لي سي. قلت له ديال اونو كتلقى رزقك؟ قال لي سي. قلت له صافي راه كتخلص كتلقى فلوس ديال الكرا ديالك، يعني انا خاصي الكونطرا تكون بسميتي، ميمكنش نبقى نخلص الكرا والكونطرا ماشي بسميتي تاع الدار. غداوية عرفتي مع ما فاخرة شوف فيا الجوع كندير هاو 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 هاو. الله يا اختي شنو قالت البنات هادي بقى فيها غير الجري والتمالة والقهرة، خليوها على الله. ترى بنادم ولا كيشوفك بحال مليونيرة بحال المليونيرة بنت الغربة. انت سيري حبيبة سيري، والله ما ضربتي عليهم تمارة تمحنتي عليهم، والله يا بنيتي لا شديتيهم. ما عمرني في حياتي ما عمرني في حياتي طمعت في شي واحد، ما عمر في حياتي تسنيت شي واحد يعطيني. والله من تي الصباح وضربتي تمر وبتي الليل كله كاع صحتك يعواج لك الضلع. والله يا بنيتي لا صحابكم نتوما. احمد مسكين كان بغى يدير واحد الوجد شحال هذه قبل ما نمشيو للمغرب بارطاجينا معاكم. قالك مسكين ها شنو شنو، قلت له انا ما بغيت منك حتى شي حاجه. يا سيدي يا ربي شحال كندوي. يا اختي والطاقه ملي كون غير كندرسها في القرايه كوراني وليت مهندسه. فاش مشات للمغرب وجات مرتو الطليقه ديالو البرازيليانه راه مطلقه منه بالبنت، جات دارت الروينه بغيت حقي حق بنتي، جا ولدو ليك المسائل ديالو. لاحقاش راه كاينين فاعلين الخير، الله يكثر خيرهم. عمركم تشوفوا بنادم وصل الخبر لولدو وصل الخبر للطليقه ديالو، العالم كامل ساق الخبر، بنادم وصل الخبر. وتخيلي انت يوم صبريون وساقوا الخبر كاع على داكشي. كاينين فاعلين الخير كاينين. هي راه كتمصاحبه مع بزاف ديال العربيات، كانوا العربيات صحاباتها كل دابا باقي كتواصل معاهم في التليفون. الله يكثر خير وموصلوا لها المعلومات. اختي عاودي الخلطات الحرشه تقولي سيري بدي حوايجك، ترى تترعد بالجوع تترعد اخويتي بالجوع. راني فات لها بالزبده والخميره والملح وشويه تاع السكر، دابا غير غادي نجمعها. علاش كان وليت كنجمعها بالحليب؟ سميتو الحليب تيخلي الحرشه رطبه، يعني واخا تبات حتى غد لي تاكليها ما كاينش مشكل. كتجي رطيبه بالحليب فنه. صافي دابا غادي ندير السميده ونقرص نطيبها. شهدوا لهاد اللحظه الحرشات حرقات ليا كاس احمر كاس ابيض، قناه الكوفيتير مقلوبه. المهم ما نقد والو اختي فيا الجوع. وهاد القرعه هادي الكوفيتير كاع كي قلبتيها بحال هكا ما كيضيعلكش الكوفيتير، شتي ديما تخليه في الثلاجه مقلوب بحال هكا باش ما تضيعلكش. اودي شنو نقول لكم، الحرشه ديال بنت الغربه راه ما كاينش بحالها، كتقطع بسهوله راه حيت بيد وحده راه كتقطع بسهوله راه حيت شدات ليهم. شو كيديرها كتجي من الداخل ها، شوف الحليب شي الحليب اش كيدير لها اش كي كتجي ها. صافي هو الفطور ديال حمادي. المهم تي حمادي فطور حمادي علينا ها. شوفوا سخفني يا اختي تبارك الله يا اختي شحال يجري، حنا معطلين على المحامي ما عرفاش لقاه ولا ما لقاهش. والله ما تشدي دوني وين يا اختي، والله تي واحد الطريق دار ليا اليوم ما فهمتهاش. غنوريكم واحد الطلعه كي دايره تموت وتطلع. شوف شحال جري شوف ماشي الطريق يا اختي اللي دوزني منها. اوف كاك زعما اختصرنا راه تعطلنا ماشي اختصرنا. شوف هذاك الطلعه كي دايره شوف يا اختي. طرقونا واعره والله ما كرهتني عيش فيها زوينه يا اختي طرقونا. والأحبة لقينا المحامي غادي يمشي بحالو، عطانا الوريقات ديالنا وهبطنا نشربو قهوة لأن الراس ضرني بزاف. شوفي الناس كيفاش كتقلب على رزقها، جايب الدوم ودوك العويدات وكيدير بهم الفريخات تبارك الله تيبيع داكشي بالثمن، النهار غيخرج ليه مخير. شوفي الناس كيفاش كتقلب. هادي للدار تقدقولنا العظام يا أختي. هاير ماما تيري باردة الهوامو تينقو هاير مي كومبرو دي دوسي تبارك الله. جاب داك شويه تاع الحوت ولا احبه المسكينه قالت لي خذي البيض نقسم انا وياك داك البلاطو فيه 30 بيضه. انا ما كناكلش البيض بزاف، انا اصلا كيضرني المصران ما كنقدرش ناكل البيض بزاف. وعرفتي جداتي تبارك الله شي طياب كدير بواحد الحوت، داك الحوت ديال الملحه وداك مهم كيعرفوا ياكلو، النصارى كيعرفوا ياكلو، حنا المرقي 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 حتى كيدقدقورك العظام. هذا الحوت اختي سميتو البكالاو داير 25 اورو الكيلو، 25 كل كيلو. حنا يلاه وصلت انا واحمد دون دي مينيموس الى غباو تراغونا عبريتو. هو غادي يحل لكم دابا شنو مشينا درني عند المحامي وديال اش هاد الكوبيليش
es para que tú puedas en todo el mundo grabar, hacer todo lo que te dé la gana y sin problema, sin ningún tipo de problema. Nadie te podrá decir nada. Tienes autorización por el Estado ya. هاد الورقه العيد نصور كيما بغيت، يعني اي واحد بحال هنا مثلا، اي واحد يتشد معايا نصور، ما عنده ما يدي من عندي. المحامي دار لي ورقه في محكمه، عندي حق نصور كيما بغيت. اي جي تو ليغاليزاو بالي بور ليستاو. اوكي غرافا كومو كيرا بودي غرافار كومو تي دي لاغانا، حتى واحد ما يسالني شي حاجه. اوكي يا هايكي يا دي بودي بونير دينونسياس بالي كي نو بودي نهاسير نادا ايغوال نو سي سون دوز بالي ونو لو غاردس. فالي نخلي ليا وحده بجوجهم بحال بحال، وحده نخبيها وحده دابا انا غادي نقول لكم هذا الشيء كامل علاش داير. لحقاش بزاف شكرا على الاحبه الامواتي الزوينات وخواتاتي وخوتي، قال لي تيقول لي في دوا ستري رزقك في دوا ما تقوليش في دوا هذه، ولكن الاحبه انا هداو عليا. حنا دابا هذا الورق اللي هضرنا المحامي وداك الشيء، حنا ما هضرنا لا على ورث لا على فلوس لا على حتى حاجه. انا كنخدم على راسي، كنخدم عند ديك المراه كبيره كنبات معاها، كنخدم في القناه ديالي، كنعاون راسي، انا راه كنعرق عليهم. تابعني الكرا، تابعني والديا، تابعني كلشي. الانسان على قد حالي، الناس ولات كتشوفني بحال عندي العمارات والفيلات والديور، عندي حتى شي حاجه، عندي الله وعندي صحتي، خدامه بحالي بحال اي واحد. كما كتعقلوا من قبل احمد فاش كان قال لي بغيت نكتب لك واحد البركه، قلت لي ما بغيت والو. فاش مشيت انا للمغرب جا ولدو ريقل المسائل وريقات زدك الشيء ديالو وزاد بحالو، ما عنده ما يعطيني، ما عندي ما نعطي، ما عنده ما يكتب لي، ما عندي ما نكتب لي. انا ما شديت منه حتى حاجه وما غنشد منه حتى شي حاجه. استومي ريغال مي الغو اون كاسا وان الغو حتى حاجه، يعني ما عنديش زعما ما كاينش شي ضروره ان السيد هذا اللي مثلا يعطيني ورث ولا يعطيني دار، انا ما نشدش منه. انا اصلا ما رضاش على راسي. اول حاجه اللي ما كتعرفوا الاحبه داكشي فيه مشاكل، مشاكل اللي ما عمره قلب عليه غير يرجع يقلب عليه. في الفيديو تاع فاش كان مسكين قال لي نعطيك وداكشي، شوف الروينه اللي ناض محس بالله، كون شديت داكشي وكون في ما كنت سديت الاوراق وخديت داكشي حتى انا حقي وكذا، ودي ربي اللي عارف شنو كان غيوقع. انا ما عندي ما ندير بمشاكل، بغيت رزقي نضرب عليه تمره ونتعب عليه. انا انسانه كنخدم على راسي، اليوم بخير غدا بخير الحمد لله. تقدري تجي تشي، انا انسانه بحالي بحال اي واحد، مهاجره خدامه على راسها كضرب تمره. هاد القناه معاوناني والحمد لله، كنخدم ديك المراه اللي هامات، راني الحمد لله اللهم لك الحمد مقاتلين مع الوقت مع الزمن. ماشي انسان بقى يفكر بان بنت الغبره ولا عندها الديور والاراضي غاستوب حبسو منهم اللي ما عمرو قد يدوي معاك دوا معاك. والخطاب هك تشتو الناس غادا غير مع المظاهر ومع ما عندي والو، عندي صحتي الحمد لله، وعندي اخلاقي، عندي تربيت لي مربيين لي والدي، هادشي اللي عندي. شي حاجه اخرى ما عنديش، بحالي بحال اي واحد. كاين اللي تيقولك لا سيري ديري كدا، انا ما قد نشري دار في المغرب، ما قد نشري دار هنا، الله تنتقاتلو مع راسنا مع الوالدين. اصلا كاينشي يدخل النت تقدي ديري بيه الناس، راه شوفوا ما بلاد ما عارف والو، غنبقى غير ندوي ندوي الناس ما عارفه والو. اللي بغيت نقول لكم هو من هاد الوراق هادو، كونطرات هادو، كونطرا هادي، هادشي محامي محكمه داكشي مقالي زي مسيني مقاد. انا نقول لكم علاش هادو شي وحدين قال لك انا لا بغاو يدعيوني، قالوا لاحمد سير دعيها غادي تعطيك 20 مليون تعويض لانك تستغلك في اليوتيوب. واخا جا عندي واحد السيد قال لي في دواج معي راسك، نوضي ديري انت وهاد السيد شي ورقه بان ما عندوش مشكل انه يبان معاك، لا هو لا جداتي لا مرتو لا كذا. فاذا بغيتي ما تبقاش تبان معايا بلا ما تبان معايا عندك حريه التعبير. قال لك لا، قال لك انا تنبان معاك تنفرح وتيسلموا عليا الناس في الزنقه وهذه، فهمتي؟ قال لك انا وليت يوتيوبر بحالك وانت انا فرحان. قلت له صافي واخا ما عندناش مشكل. قال لك شنو غنديروا ما نديروا، عيطنا للمحامي هضرنا معاه، قال لك اجي وعندي جمعنا الوريقات ديناهم ليه، دار لينا جوج كونطرات اللي هما هادو، بان هاد السيد يبان معايا كيف الله بغى. ها هو قال لي هزي وحده وخبي وحده، هادي نهزها وهادي نخبيها. يعني دابا اي واحد يجي مثلا بغى يدعيني ولا يقول حكا تستغلي الناس كبار، ما عنده ما يديني حتى، قال لي المحامي ما يدينك حتى قدك. وبزاف ديال الناس كيكتبوا لي عافاك ورينا المحامي فين كاين، راه هاد الشيء راه صايبناه ب 300 الاورو، هاد الشيء راه تصايب ب 60 الف ريال، هاد جوج ورقات صايبناهم ب 60 الف ريال. هاد المحامي اللي كيمشي عنده هو غالي، ما نقدش نبقى ندخل في هاد الشيء، حيت فايته وريت واحد المحامي ووقع لي مشكل مع دوك الناس اللي وريتهم داك المحامي. Terminamos la problema. Sí, sí, con esto ya no hay. Está واحد ما عنده شي حاجه، ما يدعيني، ما عنده ما يدي. انتهى. قالك 20 مليون. نايدن كيقولوا لي سير دعيها غتعطيك 20 مليون تعويض حيت كتصور معايا في اليوتيوب. احنا سالينا دابا ها. راه ما تدعي وراه ما تدوي وراه دير اللي بغيتو، اي واحد نجبد له هاد الوريقه هادي سالات الحفله.
هادو هما الوراق، ما كاين لا ورد لا ديور لا حتى حاجه. هادشي حنا علاش دوينا، ما دوي حتى على شي حاجه اخرى. هادشي كان انا حيبه نمشي دابا نتسخر باش نمشي للدار. يا اختي بنادم كيتزاحم معاك على لقمه العيش.